السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي ما راح أطول عليكم، الفيديو تبعنا اليوم راح نحكي فيه عن طريقة حجز موعد بالسفارة الألمانية بلبنان للناس اللي بدها تعمل لم شمل. تمام حبايبي، من فضلكم يلي عم يشوف الفيديو عندي جديد بالقناة اشتركوا بالقناة وعملوا لنا لايك لحتى نحس بالشيء يلي عم نقدمه انه فيه فائدة. يلا خلينا نبلش. تمام يا جماعة، هلأ أول شغلة إذا بكون تفوتوا على موقع السفارة الألمانية بلبنان رح أحطلكم أنا الرابط تبع السفارة بالوصف، ما عليكم إلا تفوتوا تضغطوا على رابط الوصف فوتكم فورا على موقع السفارة. بعد ما فوت على موقع السفارة بيفتح لنا هاي الصفحة، فرجوا هاي عن طريق جوجل فتح لنا هاي الصفحة. بعد ما فتح لنا هاي الصفحة شايفين ثلاث نقاط اللي موجودين فوق، نضغط عليهم نحط على هاي الإشارة اللي هو الموقع الإلكتروني المخصص مشان يحط لنا الموقع مثل كأنه عم نشتغل على الكمبيوتر. هلأ صارت عنا مثل ما كنتم شايفين الصفحة هيك، نرجع نضغط هون، نضغط هون على القائمة شايفينها، بعدين منفوت على الخدمات، بعدين منفوت على تقديم طلبات التأشيرة والسفر إلى ألمانيا. بعدين عنا هون خيارين هدول مهمين، الخيار الأول اللي هو طلب لم الشمل إلى شخص بالغ أو ولد قاصر يتمتع بالحماية الثانوية في ألمانيا. يعني في ناس هون أخذوا حماية، إقامة حماية اللي هي بتجي سنة أو سنتين، هي بسموها الحماية الثانوية. هدول الأشخاص إذا بدهم يعملوا لم شمل أو إذا كان منهم حدا قاصر بده يعمل شمل لأهله بفوتوا على الخيار الأول، شايفينه هذا الخيار الأول. أما إذا كان حاصل على في إقامة لجوء 3 سنين أو معه الإقامة المفتوحة بيدخل عنا هون في حال تقديم طلب تأشيرة من نوع آخر، نضغط عليها يوم بيعطينا خيارين، مقيمين باللبنان ولا بسوريا، منقول له بسوريا بنضغط على كلمة هنا، كمان بنرجع بنضغط على هاي اللي فوق ونحط على إشارة صح هون. هون عم يعطينا معلومات كتير، طبعا أنا حفيدكم بشغلة، كل مين بده معلومات شو الأوراق المطلوبة، شو الشغلات اللي بده لازم يجيبها، معلومات تانية اللي بده يقدم دراسة، اللي بده يقدم أي شيء تاني يفوت على هذا اللي أنا فتت عليه هون بيلاقي كتير معلومات. فرجوا هون عنا بنحط له على تقديم، بنحط له على التأشيرات الوطنية لمقدمين طلبات السوريين، نضغط عليها بعدين نضغط على هاي اللي تحت، فرجوا بيعطينا شايفين أعطانا هدول كلهم ملفات بي دي اف، حاطط لكم كل واحد شو هو طلب لم الشمل البالغين والقاصرين إلى شخص معترف به كلاجئ. هون بتضغط على ملف البي دي اف يفتح لك شو الأوراق المطلوبة وشو اللي لازم تجهزه أنت، وفي فئات تانية هون كلها. أنا ما بدي أطول الفيديو عليكم بس أنتوا بتشوفوا اللي بدكم إياه. خلينا نرجع لموضوعنا، بس فتحنا لهون ننزل لتحت، ننزل عنا الخطوة رقم 3 شايفينها، بنضغط على الخطوة رقم 3 تحت هون في عنا هذا السهم، نضغط عليه بيفتح لنا هي الصفحة هيك. هون في نقطة كتير مهمة لازم تنتبهوا لها، فرجوا شو أعطاني هون، أعطاني كلمة فايتا 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 فايتا. أوكي طب أنا شو هدول يعني فايتا، شو بدي ساوي يعني أنا؟ تمام؟ شو عليك تساوي؟ عليك بس تضغط على العلم اللي هون، شايفوا العلم البريطاني؟ بتضغط عليه، يلي عنده لغته إنجليزية حابب يقدم طلب هاي يشوف باللغة الإنجليزية بإمكانه هون يقرأ الخيارات اللي بده إياها. فنحن بدنا بالألماني، يلي عم يقدم الموعد بألمانيا أكيد حيكون بيعرف ألماني أو يكون معه حدا يعرف ألماني، فبنرجع لهون نحن على العلم الألماني نضغط عليه. هون فتحنا شايفين فتح الخيارات الموجودة عنا. هلأ حاططنا أول خيار اللي هو ترمين واتلتست ريجستريرين فور اين ترمين سوم فاميليا تزامفيرون وند ايشليسون. هون سيريا عم يقول لك هون اللي بده يسجل لموعد على لم الشمل وبالإضافة للزواج الجديد، يعني الناس من زوج جديد وبده يثبت زواج ويعمل زواج، هون بإمكانك تفوت على أول وحدة. عنا يلي بعدها، عنا اللي بعده هو مكتوب ترمين فاتلست ريجستريرين فور اين ترمين سوم
بستوديوم شبراكوس أبايت أوفنامة وإلى آخره. هون اللي بده يسجل ياخذ موعد يطلع دراسة أو بده يعمل لغة تعلم اللغة بألماني أو بده يدور على شغل بألمانيا أو فاكخيفت. يعني هون الشغلات بخصوص الدراسة والشغل. الخيار الثالث اللي هو هاد كمان حاطين هون تأمين بعد الاسترجيون فأين تأمين والانجشتلتا تنبيدا أنت. تمام، هون للناس هذا كتير مهم يا جماعة، هذا كتير مهم. الخيار الثالث، في ناس عم تطلع من ألمانيا معها إقامة، معها إقامة، عم يطلع من ألمانيا عم يروح زيارة مثلا لبلد تاني، بعد ما عم يطلع على ألمانيا عم يصير ظرف مثل ما صار كورونا مثلا، هلا صار ظرف وسكروا الطيران وسكروا المطارات وما في حدا يحسن يسافر. في ناس خلصت إقاماتها، خلصت إقامة تبعها وهن لساتهم برات ألمانيا، بهي الحالة بدهم يرجعوا يطلعوا على ألمانيا، إذا ما معهم إقامة صالحة ما بيحسن يسافروا. فهون حاطيكم الخيار الثالث للناس اللي سافرت وانتهت إقاماتها وبده يرجع وما عم يحسن يرجع، هون بتفوتوا بتعملوا موعد يضبطوكم الأمور بهذا الخيار الثالث إن شاء الله. عنا الخيار الرابع والأخير اللي هو التأمين فات اللي يستري سيغم فأين تأمين سم فاميليا سيزام فيغم سم زنستيغن فاميليا بيهونجل. هلأ هون عم يقول لك اللي هو الخيار الرابع للناس يلي الله لا يجيب يعني زعل بين حدا، للناس اللي متزوجين ومطلقين وعندهم أولاد، تمام، بده يجيب أولاده أو بده تجيب أولادها على ألمانيا إذا هي موجودة وهو موجود في ألمانيا. هذا الطلب يمكنكم تفوتوا لهون. أو يلي حابب يجيب شتيف كندر اللي هن الأولاد اللي بيجوا مثلا من إذا في خالة مرت أب أو إذا كان في زوج متزوج شو بيسموه كان والله ما أعرف يعني العكس. أو في عنا الكشفستر اللي هو الإخوات اللي بيعمل مثلا لمشمل لأخواته لكذا. وهون في عنا أونكل، حاطين له كمان أونكل كمان للخال أو العم اللي بيعمله كمان لمشمل. هذا الخيار الرابع للناس اللي بتفوت على هاي الفئة. فهلأ نحن بنفوت على الفئة الأولانية اللي هو متزوج وبده يعمل لمشمل لزوجته أو بده تعمل لمشمل لزوجها. بنقول له هون فايتا، بعد ما نضغط على فايتا تفرجوا شو عطانا. كمان عطانا خيارين، عطانا هون تسغوك وعطانا هون نيو ترمين اللي هو حجز موعد جديد، وتسغوك انه نرجع على الصفحة الأولانية. طب احنا على شو بدنا نحجز يعني؟ فبنرجع كمان نضغط هون العلم البريطاني بيقلب على الإنجليزي، وبنرجع نضغط على العلم الألماني. شايفين فتح لنا ان احنا شو عم نساوي، ده شو عم نقدم. هلا بنقول له نويا ترمين اللي هو موعد جديد، يفتح لنا على هاي القائمه. هون احنا لازم نحط اسم مين، لازم نحط الاسم الشخص اللي بنعمل له دعوه من خارج المانيا، هو موجود بسوريا او ببلد تاني بلبنان بالاردن وين ما كان موجود، بدنا نعمل له دعوه يجي لعنا لهون، تمام. فنحن بنحط معلوماته هون. عم يقول لك الناخ نامي اللي هو اسم العيله، فور نامي الاسم الاول، عندنا الايميل. الايميل يا جماعه كتير مهم، كتير ركزوا بالايميل، كتير مهم لانه التواصل حيصير معكم عن طريق الايميل او عن طريق التليفون. فبنحط الايميل هون اول شيء، بعدين بنحط الايميل مره ثانيه بنكرره هون. عندنا الخيار هاد باس نوما داس اوكشتلتا اللي هو الشخص اللي بده يسافر، بنحط رقم جوازه هون، في رقم جواز بنحطه هون. عندنا هون جيبورتس داتوم التاريخ الميلاد بنحطه هون، وعندنا هون تليفون نمار تحطوا رقم الهندي تبعكم او رقم الهندي التليفون تبع الشخص الموجود بسوريا او بلبنان عشان يتواصلوا معه. عندنا هون zum welchem Zweck beantragen، شو السبب اللي انت عم تقدم عليه، نضغط عليها هي هون السهم وبيطلع لنا هدول الخيارات. خيارات كتيرة موجودين هون انتم بتقروها، انا ما راح اطول عليكم انتم بتقروهم، بس احنا بنحط على الخيار الاول اللي هو ناخذ ثمانا اي باتنر لشريك بدي اعمل دعوه لشريكي، نضغط عليها هون اول وحده. عندنا هون هون اسم الشخص يلي بالمانيا يلي هو عم يعمل طلب لمشمل، الشخص اللي عايش بالمانيا بيحط اسمه بالكامل هون. وعندنا الخيار هاد اللي هو شتاد جيهونجن داس فاميليان جيهونجن ان دوتشلاند، الشخص اللي موجود بالمانيا شو جنسيته، تمام، سوري لبناني الأردني العراقي اللي هو، نضغط هون حطوا الجنسية اللي هو موجودة هون. إذا كان ألماني بنحط دويتشه، إذا كان سوري بنحط سوري، إذا كان جنسية تانية بنحط أندغا اللي هو جنسية تانية.
بعدين هون عم يقول لك زنزي بالاستينيا فولكس انه انت مواطن فلسطيني، اذا مواطن فلسطيني بتحط له هون اشارة صح، اذا لا بتخليها مثل ما هي. وهون عم يقول لك بونينزي انزوين انه انت ساكن بسوريا، فاذا انت ساكن بسوريا بتقول له اشارة صح عليها، اذا لا بتخليها مثل ما هي. وعنا اخر شيء اللي هو هذا الرقم لازم تحطه وتدخله هون. هلا احيانا بيكون في ارقام كتير صعبة، فنحن بامكاننا نعمل هون نويا بيلد لادن، فرج نضغط عليها اعطاني ارقام تانية، نختار شي رقم يكون هذا، هذا سهل تمام، بنحط هذا سهل. هون حاطين ام اف دبليو، بتحطوا الرقم هذا كله هون بتدخلوه، بعدين بتقولوا له شبايشر. بس تقولوا له شبايشر بيقوم بحولوكم على هي الصفحه. هون هي الصفحه عم يقول لك انه تم تاكيد الحجز، بالاضافه انه حاطين لك انه في شيء اسمه ريفرنس نمبر، مثل ما كنتم شايفين هذا هو الرقم تمام. هذا الرقم هو رقم الطلب تبعكم، هذا رقم كتير مهم، كل ما بيتواصلوا معكم بيطلبوا منكم هذا الرقم، فهذا الرقم كتير مهم. هون عم يقول لكم اخر شيء انه نحن بعثنا لك ايميل، من فضلك فوت على الايميل وافتح الايميل اللي اجاك منه واكد الموضوع انه وصلك منه ايميل. هيك بتكون اموركم صارت كلها تمام ونحجز الموعد، وبعدين بقى هن بيتصلوا فيكم، في بصير في تواصل معكم عن طريق الايميل او عن طريق التليفون. تمام حبايبي، هذا الفيديو كان تبع لليوم، ان شاء الله اكون فدتكم بالمعلومات. بالله عليكم ما تنسون الاشتراك بالقناة، بتشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.